مرة أخرى أتمنى أن فخامة رئيس فاجل كل التوفيق والسداد في قيادة دولة أرمينيا الصديقة وشعبها القريب لقلوب المصريين، وأنني على ثقة فأن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شاهدته من تفاهم على مستوى القمة لتعزيز العلاقات المصرية الأرمينية في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للسوق الأرميني. ختاما أرجو لدولة أرمينيا وشعبها الصديق كل التوفيق والتقدم الزهر. شكرا لكم مع خالص تمنياتي بالنجاح.